طيب نروح دلوقتي لحالة الطقس. هيئة الأرصاد الجوية أعلنت حالة الطقس النهاردة أنه من المتوقع أن يسود طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وعلى شمال الصعيد وجنوب سيناء، بارد ليلا وفي الصباح الباكر في أغلب الأنحاء. نشوف درجات الحرارة في المدن والمحافظات على الشاشة ونرجع لكم مرة تانية.